والعياذ بالله. أبوه جاء رجل إلى شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال له يا سيدي مشان الله انصح ابني أنه يحلق لحيته. يعني انظر إلى حمق هذا الأب. قال له شيخنا ما وجدت غيري، يعني ما وجدت غير الوارث المحمدي هو الذي يأمرك بهذا المنكر، انصح ابني أن يحلق لحيته. يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق أبدا، ويذلونه فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك أبدا. تؤزه أزا، اذهب سل فلان، تصيره شحادا. هي غير ما تسأل. نادر أن تجد امرأة تريد إعزاز زوجها اليوم لا أكثر، والعياذ بالله. كما قال الشاعر تكلفني إذلال نفسي لعزها، وهان عليها أن أذل لتكرم. تقول سل المعروف يحيى بن أكثم، فقلت سليه رب يحيى ني أكثم، اطلب المعروف من الله، لا اذهب إلى فلان، قل لفلان. وفي الخبر قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين. الله يرضى عن شيخنا، ما أكثر ما كنت أسمع منه هذه العبارة. نعم، قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين. وسئل أبو سليمان الداراني عن النكاح فقال الصبر عنهن خير من الصبر عليهن. يا لطيف، الصبر عنهن خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار، والعياذ بالله. الصبر على النساء لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا الوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد المتأهل. نعم، يعني انتبهوا إلى المسألة. مقال يقول طيب بقيتم أسبوعا تذكرون لنا النصوص على الترغيب في النكاح، إيش حصل اليوم؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال. إذا كنت والله عندك شبق وعندك كذا وتخشى على نفسك الزنا، لا تزوج وحصن نفسك واصبر على أذى الزوجة، ولكن ما تقع في غضب الله. انتبه. نعم، قال الوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجده المتأهل. أسأل الله السلام. كثير من النساء ما تعين زوجها. أنا أعرف أشخاصا نسأل الله السلامة إذا قام من الليل يريد أن يتهجد، عندما يعني بعد نوم زوجه وأولاده تقوم من الليل وتثور عليه، هل عامل حالك أنت كذا، وتغضبه في 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 وقت الأسحار، تعكر عليه صفو حياته والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة. وإذا أراد أن يذهب إلى صلاة جماعة تقول له نعم أين تتركنا وتذهب، وأنا ما عمين بدي أصلي. طب ما عليك يا جماعة أنت. كثير الناس ما يأتوا إلى المسجد من أجل نسائية، يقول والله عم أصلي أنا والمدام، كمان آخر واحد فرنساوية مدام. طب ما عليها صلاة جماعة. إن لله وإنا إليه راجعون. وقال مرة ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الأولى. إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، قالوا بطالب العلم، قالوا من تزوج فقد ركب البحر. يا أبا حفص ألا أنت ركبت البحر؟ وإذا ولد له فقد كسرت به السفينة. كان أشياخنا يقولون ذبح العلم بين أفخاذ النساء. وإن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، وقال أيضا ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا: من طلب معاشا أو تزوج امرأة. أسأل الله تعالى السلام. إلا بالنية الصالحة، إلا بالنية الصالحة، أو كتب الحديث. الله أكبر. والمراد بكتب الحديث نعم طلب الأسانيد العالية، أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة. كمان هذه عادة الآن، بعض الناس الآن ما يريدون العلم إلا التفاخر بالإجازات. يا زين، تا
تفاخر بالإجازات، أنا وأنا أنا وأنا، حتى بعض طلاب العلم يأتي إذا عم تعطوا إجازة لنقعد معكم، ما عم تعطوا لك قوم حل عنا، قوم حل عنا، شيخنا درسوا شيخنا الشيخ عبد الرزاق آخر من أعطى إجازات في القرآن الكريم، تعال لوجه الله اقعد، أما أن يكون همك الآن طلب إجازة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربما ضيع صلاة الجماعة وضيع الصيام وضيع القيام في طلب علو الأسانيد ونعم والشهادات والإجازات، وأنا وأنا وأنا، هلا هيك صار طلب علم الحديث للمنفخة والتفاخر، وأنا وأنا عجب هذا الكلام، إن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني مشكلة. الله يرضى عن الشيخ أيمن السويد قال لي أنا ما أعطي الإجازة إلا لمن قرأ القرآن حفظه بإتقان وعنده أهلية كذلك، أما إذا رأيت أن الرجل ما يريد هذا لوجه الله أنا ما أعطي، يريد التفاخر أبدا، والآن التفاخر صار كثيرا، لك صرت تدخل لك يا أبي ياسين بيوت العوام تلاقي فيها شهادات، شو السؤال؟ والله أنا قرأت الأربعين النووية وعامل شو سيدي لوحات طويلة عريضة كأنه شيخ الشيوخ إنه والله أخذ إجازة أربعين ومعلق الشهادات، إن لله وإن إليه راجعون. الله يرضى عن شيخنا شيخ عبد الرزاق، أنا ما أذكر في كل العمر، تذكر أبي ياسين بكل العمر طالعنا إجازات وقال أنا معي وما بكل العمر، كل العمر أبدا، مخبأ موضوع في الخزانة ما أجيزه. أنا ما أنفي موضوع الإجازات، هلا بعض يصطاد في الماء العكر لا، لكن أن نعيش لهذا ونترك العمل ونترك التقوى والصلاح ومن أجل هذا، من أجل أن نتفاخر بهذا الأمر. الله يرضى عن الشيخ مصطفى الخن، شيخ مصطفى الخن رآه سيدي الشيخ حسن حبنك إنعم، فتوسم فيه الخير قال له خذ الأربعين النووية احفظها وتعال إلي، جاءوا في اليوم الثاني قال له حفظت الأربعين النووية في اليوم الثاني، بيوم واحد حفظها كلها نعم، وقال له تعال وثبت عنده حتى صار علما من أعلام أمة الإسلام، إن لله وإن إليه راجع لوجه الله، هذا طلب العلم لوجه الله، أما من أجل أن يقال أنا وأنا، الله أكبر الله أكبر، الله يثبتنا، أنا ما أزهد في هذا، ونسأل الله، وهذا مذهب أشياخنا الله يرضى عنه أبدا، خلاص نحن نشتغل تبليغ الدعوة إلى الله أبدا، أما أن نعيش من هذا من أجل هذا لا، كما كان أرشدنا شيخنا رحمة الله عليه، نجلس ونطلب العلم إن شاء الله لوجه الله ونبلغ، والأمور الثانية بقية الأمور تأتي.